أشكر فخامة رئيس جمهورية السنغال على كلمته، وأدعو السيد أنطونيو كوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء كلمته. السيد الرئيس، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأشكر أيضا الشعب الجزائري على كرم ضيافته. سيدي الرئيس، بما أنني جئت ومن بلد استعماري، فأنا أحييكم أيما تحية على أحياء هذه الذكرى التاريخية في تاريخ بلدكم. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو، معالي الأمين العام، سيدتي، سادتي، السلام عليكم. يشرفني أن أكون معكم مرة أخرى لنرسخ الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. إن عالمنا يواجه شدائد ومحنا رهيبة، فالانقسامات الجغرافية السياسية تزداد، وأوجه التفاوت تتعمق، والتعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدما. وللمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية دور حيوي تؤديه، ويجب أن نعمل معا للنهوض بقيم بقيم السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وهي قيمة منظمة الأمم المتحدة. أصحاب المعالي، اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أبدأ بالمعاناة المستمرة في فلسطين. إن موقف الأمم المتحدة واضح وجلي، لابد للسلام أن يحل، ولابد للاحتلال أن ينتهي. ويبقى هدفنا المشترك وقيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين. وفي الوقت نفسه، فإن الأزمة المالية التي تهدد وجود الأونروا تؤثر على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رفاههم. وحثكم على تقديم الدعم السخي للأونروا التي تشكل ركيزة حيوية الاستقرار الإقليمية، وتطلع لمواصلة عملنا لمواجهة التحديات في جميع أنحاء المنطقة، بدءا من سوريا، لبنان واليمن، وصولا إلى السودان والصومال وليبيا. إن النزاعات مستمرة والاحتياجات الإنسانية لا تزال تتزايد، فلنواصل جهودنا المشتركة للتوصل إلى حلول عديدة الأطراف تلبي تطلعات الشعوب المشروعة للسلام والحرية والعدالة. أصحاب المعالي، إذا تفحصنا أي بقعة في المشهد العالمي، رأينا تفشيا في أوجه الظلم وعدم المساواة، لا سيما بالنسبة لبلدان الجنوب وفي مختلف أنحاء العالم العربي وإفريقيا وخارجهما. تتوالى الضربات الموجعة على البلدان من كل الجهات. هذه البلدان أضعفتها النزاعات، منها وطأت جائحة كوفيد وأيضا أزمة المناخ، هي أيضا الآن تواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا والارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والطاقة والتضخم وأعباء الديون. إن البلدان النامية في كل مكان بحاجة إلى مزيد من الدعم. في الحكومات في نصف العالم تقريبا، بما فيها حكومات المنطقة العربية وإفريقيا، لا تحصل على ما تحتاجه من تمويل. وإنني أنادي بوضع خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة بقيادة مجموعة 20، تعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة، لزيادة السيولة، الإسراع في تخفيف عبء الديون. ونحن نعمل بلا حوادة مع جميع أصحاب المصلحة على إبقاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وإزالة جميع العقبات المتبقية
أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية سارية وتوسيع نطاقها. هذه المبادرة حيوية بالنسبة لمنطقتنا وعالمنا. لقد أبحرت السفن، صعدت قنوات الإمداد، تضخ المواد الغذائية وانخفضت الأسعار، وهذا أمر بالغ الأهمية. ففي نهاية المطاف كل زيادة ولو بنسبة ضئيلة في أسعار المواد الغذائية تدفع بالمزيد من الناس والمجتمعات المحلية نحو الفقر والجوع. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار نجاح مبادرة البحر الأسود للحبوب لتوفير الإغاثة للمحتاجين، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط شمال إفريقيا التي تعتمد على الأغذية والأسمدة التي يمكن الوصول إليها بشكل ميسر من أوكرانيا والاتحاد الروسي على حد سواء. أصحاب المعالي، إن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ تشكل فرصة حيوية أخرى لاستعادة الثقة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ويجب أن تخفض انبعاثات هذا العقد بما يتماشى مع الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية. وقد عدت من باكستان وقد ورأيت تلك الفيضانات التي حدثت هناك، وفي الأخير يجب أيضاً أن نعمل على مسألة المناخ. إذن هذه هي المسائل التي يجب أن تكون في صلب الاجتماعات، وإنه من غير المعقول أن تكون الدول التي لم تتسبب في ارتفاع درجة حرارة العالم تدفع ثمن الآثار المناخية. أصحاب المعالي، إن وحدة العالم العربي هي سبب وجود الجامعة العربية، و الآن وكما تعلمون فإن الانقسام يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي والإرهاب والفتن الطائفية، غير أن قيادتكم قادرة باتحاد على تشكيل منطقة تحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة، منطقة تركز على حل الخلافات من خلال الحوار المتجذر في الاحترام والمصلحة المتبادلة. وفي هذا الصدد يمكنكم الاعتماد علي وعلى منظمة الأمم المتحدة لمواصلة شراكتنا العميقة من أجل تحسين حياة شعوب المنطقة العربية وعالمنا بأسرع. شكرا جزيلا.